زيارات خارجية لرئيس المجلس الرئاسي دون العودة إلى العاصمة عدن، وغياب تام لكل أعضائه، ومتابعون يكشفون عن اتساع رقعة الخلافات داخل المجلس مع تخبط لرئاسة الحكومة التي وجهت لها اتهامات فجرها المجلس الانتقالي نحوها، وحضرموت ما زالت متمسكة بمطالبها. نبدأ نشرتنا الإخبارية بمحورنا لهذا اليوم، خلافات واتهامات رئاسية وحكومية مع مطالبات حضرمية مشروعة. أهلا بكم. عقب مشاركته في القمة العربية بالعاصمة الجزائر، وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي إلى مدينة شرم الشيخ المصرية للمشاركة في قمة المناخ 27 برعاية الأمم المتحدة دون الرجوع إلى العاصمة عدن. وذكر المكتب الإعلامي أنه من المقرر أن يلقي الرئيس العليمي كلمة اليمن في القمة، يستعرض فيها الآثار السلبية للتغيرات المناخية على الموارد البيئية والاقتصادية والتنمية المستدامة وتدهور سبل العيش والأضرار الكبيرة جراء العصير المدارية وتناوب فترات الجفاف على العديد من المدن اليمنية، كما سيشارك بعدد من الموائد المستديرة ويقدم مداخلات حول الأمن الغذائي والمائي، كما سيشارك أيضا في قمة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى التخفيف من انبعاثات الكربون والتكييف مع المخاطر التغيرات المناخية والجهود الدولية المطلوبة لمساعدة اليمن والدول النامية على مواجهة تلك التحديات. وأضاف المكتب الإعلامي أن العليمي سيبحث في تمويلات دولية عاجلة مقدرة بحوالي 147 مليون دولار لمواجهة آثار التغيرات المناخية في اليمن، ضمن التزامات عالمية لدعم الدول النامية بنحو 100 مليار دولار سنويا وفقا لاتفاق باريس وقمة جلاسكو. كشف ناشطون محليون عن زيادة الخلافات بين المجلس الانتقالي الجنوبي ومجلس القيادة الرئاسي، حيث أوضح الناشطون أن تصاعد الخلافات ظهرت عقب وصول رئيس المجلس الرئاسي إلى الجمهورية المصرية بعد زيارته من الجزائر دون الرجوع إلى العاصمة عدن، مضيفين بأن غياب رئيس المجلس الانتقالي عن عدن يؤكد حدة التوترات بين الطرفين مع شلل الاجتماعات لبقية أعضاء المجلس الرئاسي، الأمر الذي يظهر التباينات بين الأعضاء وتخبط حكومة المناصفة بعد تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية. وفي مقابلة تلفزيونية بثتها القناة الرسمية للمجلس الانتقالي الجنوبي، قال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس وحدة شؤون المفاوضات الدكتور ناصر الخبجي أن رئيس الوزراء معين عبد الملك وقف حجر عثرة أمام الكثير من الملفات العسكرية والاقتصادية والأمنية، متهما إياه باحتكار إدارة الملف الاقتصادي وحصي إدارة التمويلات الدولية والإيرادات في دوائر معينة تابعة لمجلس الوزراء. حكومة الأمن من عادة أصلح وضعها وذات رئيس الحكومة، نعم، لأنه معني بهذه الملفات هو، لكن للأسف أنه رئيس الحكومة يعني كثير من الأمور يعني يعرقلها، ما يريد يناقش أي ملف، يعني احتكر الملفات الاقتصادية وعمل يعني إجراءات في إطار دائرة إدارات داخل مجلس الوزراء، يعني ما يتعلق مثلا بالصناديق
صناديق اللي فيها إيرادات مثلا المنح المالية اللي تأتي من المنظمات الدولية، يعني يعمل وحدة تنفيذية في إطار الوزارة حقها أو رأس الوزراء وهو يتحكم فيها. يعني كثير من الوزراء يشكو يعني أنه سحب صلاحياتهم. يعني الصناديق اللي فيها برضه يعني إيرادات نفس الحكاية، عمل لها يعني إدارات مختصرة، وهذا من ضمن تعتبر من ضمن الفساد. إذا كان عندنا هيئة مكافحة الفساد موجودة والجهات المركزية للرقابة والمحاسبة لكان وقف ضده، لكان وقف ووقف عن حده، لكن للأسف شديد أنه لا يريد أن يشكل هذه الهيئات ولا يريد تفعيلها. وحول مجلس القيادة الرئاسي، قال الدكتور الخبجي أن المجلس الرئاسي معطل ولم يقم بواجباته وأولويات عمله والأهداف التي من أجلها تم تشكيله، منها إخراج القوات العسكرية من وادي حضرموت إلى مقدمة الجبهات ضد الحوثيين، وأن أبناء حضرموت من حقهم أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم. والله هذا معناته طالما أنا في إرادة شعبية وترفض هذا تواجد هذه القوات، أن لابد أن يكون هناك مخرج لهذا الأمر. وهذا أعتقد أن من مهمة مجلس القيادة الرئاسي، لكن للأسف الشديد أن مجلس القيادة الرئاسي إلى الآن لم يقوم بواجبه. يعني نحن كنا نعتقد أنه هذا التشكيلة أو المجلس أنه يقوم في أول بند مفروض كان تنفيذ ما تبقى من اتفاق الرياض. أعتقد من حقهم أبناء حضرموت أن يقرروا يعني ماذا يريدوا، ومن حقهم أن يتخذوا الخيار، ونحن سنكون معهم ولا جانب. عقد بمدينة المكلا الاجتماع الدوري الثاني للعام الجاري للمكتب التنفيذي بحضرموت برئاسة محافظ المحافظة مبخوت بن ماضي، كشف فيه عن زيارة مرتقبة لمجلس الوزراء إلى مدينة المكلا، وسيتم وضعه أمام القضايا الملحة بالمحافظة ومطالبته بإطلاق مستحقات حضرموت من حصة النفط لدى البنك المركزي وتسليم الأمور الأمنية بمنفذ الوديعة للنخبة الحضرمية. المزيد في هذا التقرير. اجتماع للمكتب التنفيذي بحضرموت عقد برئاسة المحافظ مبخوت بن ماضي، وكشف الاجتماع عن زيارة مرتقبة للحكومة إلى مدينة المكلا لإيجاد حلول سريعة للقضايا الملحة المزمع طرحها على طاولة المجلس خلال الزيارة. الاجتماع لم يغب عنه نفط حضرموت الذي يتهاوش عليه كل الطامعين، وعائداته التي كانت تستلمها حكومة صنعاء لنحو 20 عاما منذ بداية الوحدة المشؤومة، وأجحفت فيها المحافظة خلال تلك السنوات، والتي لا زالت إلى الآن في موقف لا يحسد عليه من التهميش الحكومي، وآخرها تلقيها الضربات الجوية المسيرة الحوثية الإرهابية دون تقديم الحماية الكافية وتأمين المحافظة من قبل حكومة عدن. هذا الميناء النفطي الذي ضرب في الأيام الماضية كان هو الشريان الأساسي ولا زال، وهو عمود الاقتصاد منذ 32 عاما من بداية التصدير، منها 25 عاما كانت تذهب عائداته إلى صنعاء دون أن نسألهم ولا يسألهم أحد عن الكمية أو الأسعار أو يطلب حصة للتنمية، نكتفي بما يأتي. ملفات عدة تواجه حكومة السيد معين ومطالبات مشروعة لم توفي بها إلى الآن، حيث طالب الاجتماع بإطلاق مستحقات حضرموت من حصة النفط لدى البنك المركزي، وهي النسبة المخصصة لتنمية المحافظة، وأكد الإيفاء بالتزاماتها في مجال الخدمات الأساسية وموازنات الوحدات الإدارية والعلاوات السنوية وتسويات الموظفين وتسليم الأمور الأمنية بمنفذ ميناء الوديعة البري
لكتيبة من كتائب النخبة الحضرمية. تلقينا الهجوم فاستنجدنا بالحكومة على الأقل لتطلق أموالنا وحقوقنا المحبوسة من حصص النفط لدى البنك المركزي الذي يزايد بها. البنك المركزي يزايد بالدولار في كل أسبوع له مزايدة، وحقوق هذه المحافظة محبوسة لدى البنك المركزي. الحكومة تؤكد الاعتمادات، ونحن نعرف كم هو حقنا من هذه النسبة، نعرفه بالسنت. وإذا جينا للحق والحساب سيكون أكثر مما يتخيلون. هناك أموال حجبت، هناك أموال تجاوزوها، لكنها لن تموت بالتقادم. وفيما يخص الشأن الحضرمي الداخلي، وقف الاجتماع أمام اللقاءات والاجتماعات الأخيرة، ودعا إلى نبذ الخلافات التي تؤول إلى الفرقة، والكف عن هذه اللقاءات والاجتماعات التي توسع الهوة والتفرقة، وأكد على معالجة هموم ومتطلبات المكاتب الإدارية ومحاسبة المخلين بالنظام والمال العام وفق الإثباتات والأدلة من الجهات المختصة. وكما أوضح اجتماع المكتب التنفيذي بحضرموت أن الموارد المحلية والمشتركة بمديريات ساحل حضرموت بلغت أكثر من 1,659,000,000 ريال بزيادة 13% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وأن الحاصلات الزكوية خلال نفس الفترة بلغت أكثر من 464,000,000 ريال. وأقر المكتب التنفيذي تشكيل لجان لدراسة زيادة تحصيل الإيرادات وترسيم المركبات والدراجات النارية. نشرتنا الإخبارية متواصلة وفيها أيضا: وزير الأشغال ومحافظ المهرة يطلعان على سير الدراسة في كليتي العلوم التطبيقية والتربية بمدينة الغيضة. محافظ شبوة يتفقد ديوان رئاسة جامعة شبوة وكليتي الطب والنفط والمعادن. الجمعية الوطنية تقف أمام ضرورة استكمال بنود اتفاق الرياض. أهلا بكم من جديد. اطلع وزير الأشغال المهندس سالم العبودي الحريزي ومحافظ المهرة محمد علي ياسر على سير العملية التعليمية في كليتي العلوم التطبيقية والإنسانية والتربية بمدينة الغيضة. وخلال زيارة بارك المحافظ بن ياسر أبناء المهرة بصدور القرار بإنشاء جامعة المهرة كصرح علمي يساهم في التنمية واستثمار العقول في خدمة المحافظة والنهوض بها بعد عقود من الحرمان وجهود كبيرة من المطالبة والمتابعة، لافتا إلى أن زيارة تعتبر أولية لمتابعة خطوات إنشاء الجامعة ومتابعة احتياجاتها وفق النظم والقوانين المتعارف عليها،
من جانبه أكد رئيس جامعة المارة دكتور أنور كلشاتة السعي بأن تضم الجامعة التخصصات النوعية لترفد السوق المحلي بالمخرجات التعليمية المطلوبة، شاكرا الإخوة في جامعة حضرموت الذين كانت لهم بصمات بتأسيس التعليم العالي في المهرة، معبرا أن جهدهم ذلك محل تقدير لدى أبناء المهرة عموما. في المهرة أيضا سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أدوات المهنة للمتدربات من مشروع دعم تمكين الشباب وشابات لتحسين سبل العيش بالمحافظة. وأثناء حفل التسليم أشارت السلطة المحلية بالمهرة إلى أن المحافظة بحاجة ماسة لمثل هذه المشاريع في ظل الأوضاع المتردية في البلاد، مؤكدة على أهمية المشروع لتوفير مصدر دخل مستدام للأسر الضعيفة. هذا ويستهدف المشروع 65 متدربة في محافظة المهرة من أصل 1250 شابا وشابة في 8 محافظات من خلال الدورات المهنية وريادة الأعمال وتوزيع أدوات المهنة لمساعدتهم لإنشاء مشاريع صغيرة ليواجهوا بها الظروف المعيشية الصعبة. في شبوة قام محافظ المحافظة الشيخ عوض ابن الوزير بزيارة تفقدية لديوان رئاسة جامعة شبوة مطلعا على سير العملية الدراسية في كليات الجامعة. واستمع محافظ شبوة من رئيس الجامعة إلى شرح عن نتائج المتابعات التي تقوم بها الجامعة مع الجهات المختصة من أجل ترتيب الأوضاع المالية والإدارية في الجامعة، وكذا الجهود التي تقوم بها الجامعة لمعالجة وتذليل المعوقات والمشاكل التي تواجهها، موجها الجهات المختصة بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حرم ديوان رئاسة الجامعة وكلية النفط والمعادن من أي اعتداءات. إلى ذلك تفقد محافظ شبوة سير عملية تركيب المنظومة الطاقة الشمسية لديوان رئاسة الجامعة التي تنفذ بتكلفة 15 مليون ريال، كما تفقد سير العملية الدراسية في كليتي الطب والنفط والمعادن. في العاصمة عدن وقفت الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي في اجتماع لها أمام ضرورة استكمال بنود اتفاق الرياضة وإخراج القوات العسكرية من المهرة ووادي حضرموت إلى جبهات القتال. وخلال الاجتماع أشار رئيس الجمعية اللواء ركن أحمد سعيد بن بريك إلى تضاعف وتيرة الحراك السياسي بالنسبة لأبناء الجنوب في كل المحافظات وبالذات محافظتي حضرموت والمهرة، كتعبير عن رفضهم للتواجد العسكري وعسكرة الحياة المدنية من قبل القوات الشمالية، وكذا التعبير عن اصطفاف الجنوبيين نحو أهداف وتطلعات شعب الجنوب. وأشاد الاجتماع بنجاح المظاهرات السلمية لأبناء محافظتي المهرة وحضرموت المنددة بضرورة تنفيذ مخرجات مؤتمر الرياض ومشاوراته. وعرج الاجتماع إلى الوضع العسكري وعمليات التصدي للتنظيمات الإرهابية في المحافظات الجنوبية، كما استنكر المجتمعون بطئ الحكومة في تلبية احتياجات الناس ورفع المعاناة عنهم وعدم الرقابة، بالإضافة إلى عدم امتلاكها لخطة عمل لتحسين الأوضاع المعيشية لدى المواطنين والذي ساهم بانتشار الفساد وتهريب المخدرات. إلى ذلك أشاد الاجتماع بالجهود التي بذلتها لجنة الحوار الجنوبي في إطار الحوار الوطني الجنوبي في الداخل والخارج. في المكلا دشن المخيم الطبي المجاني الأول لعلاج الأمراض النفسية والعصبية والإدمان والذي يستمر لمدة 4 أيام. وخلال التدشين أوضح الأمين العام للمجلس المحلي بحضرموت صالح العمقي أن السلطة المحلية بالمحافظة تولي قطاع الصحة أهمية بالغة وحريصة على دعم إقامة مثل هذه المخيمات الطبية التي تستهدف الفئات التي تحتاج إلى الدعم النفسي والتخلص من حالات الإدمان المزمنة. هذا ويقدم المخيم المعاينة والفحوصات والأدوية النفسية بصورة مجانية لقرابة 200 حالة تم استيعابها ضمن كشوفات المخيم في وقت سابق، ويستضيف استشاريين واختصاصيين في الطب النفسي. في المكلا أيضا ناقش المجلس الفني بمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت سير العملية التربوية والتعليمية في عدد من مديريات المحافظة. وشدد الاجتماع إلى ضرورة أن تطلع إدارات التربية في المديريات والإدارات المدرسية بمسؤولياتها في الإعداد والاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول. واستعرض الاجتماع تقارير عن سير العملية التربوية والتعليمية في مديريات غيل باوزير وبروم ميفع وحجر ويبعثة. وأكد الاجتماع أن هذه التقارير عكست استقرارا كبيرا في سير الدراسة في تلك المديريات، بما يؤكد رغبة وحرص الجميع على إنجاح العام الدراسي بصورة مشرفة. في منطقة الردود بتريم التقى رئيس لجنة لقاء مخرجات حضرموت العام حيرو الشيخ حسن الجابري أبطال الدراجات الهوائية في نادي البرق بتريمة،
وفي اللقاء الذي حضره 18 لاعبا يمثلون أبطال الوادي قدموا إلى منطقة الردود على دراجاتهم الهوائية. أشاد الجابري بما قدمه الأبطال من تنافس شريف على مستوى حضرموت والوطن عموما، مشيرا إلى دعم رحلة الفريق المرتقبة إلى مدينة المكلا عبر عدة مناطق تحت مسمى رحلة توحيد الكلمة والصف الحضرمي، وكذا دعم تغذية المعسكر الخاص لشباب الهبة الحضرمية في الوادي. من جهتهم عبر أبطال نادي البرق في بطولة الدرجات الهوائية عن شكرهم وتقديرهم للشيخ حسن الجابري على كرم الضيافة ودعمه ألا محدود، مؤكدين على مواصلة تحقيق الإنجازات في البطولات القادمة. سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قافلة مساعدات غذائية إلى أهالي مديرية جردان في محافظة شبوة احتوت على أكثر من 85 طنا من المواد الغذائية. وجاءت هذه المبادرة ضمن الجهود الإنسانية التي يقدمها الذراع الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة المتمثل في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمختلف مناطق وقرى شبوة. وأعرب المواطنون عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا على وقوفهم ودعمهم السخي اللامحدود لأهالي محافظة شبوة، مشيدين بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات في سبيل دعمها الإنساني والخدمي والتنموي بالمحافظة. ختام النشرة إلى عناوينها. وزير الأشغال ومحافظ المهرة يطلعان على سير دراسة في كليتي العلوم التطبيقية والتربية بمدينة الغيضة. محافظ شبوة يتفقد ديوان رئاسة جامعة شبوة وكليتي الطب والنفط والمعادن. الجمعية الوطنية تقف أمام ضرورة استكمال بنود اتفاق الرياض. دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.